الحقيقة هي بتقول لما بيجي لها برد بيجي لها حساسية في الصدر. البرد فيه حاجة مهمة جدا، اللي بيكرر عنده البرد بنديله حاجة تزود المناعة، وهي موجودة في السوق على فكرة. الأمريكان عملوا نبات الإشناسيا وحطوه في كبسولات، وجه المصريين راحوا مزودين نبات عرق الذهب وحطوه في كبسولات مع نبات الإشناسيا، وباسمه إيميولانت بلس. الناس اللي بيتكرر عنده دورة البرد بياخدوا الاميولانت بلس ده. اميولانت جاي من اميونيتي يعني مناعة، كبسولة الصبح وكبسولة بالليل لمدة 60 يوم يمنع ان الانسان يصاب ببرد ايه او ايه تكرار عملية البرد. حساسية الصدر اللي بتيجي في هذه الحالة نستخدم البردقوش والميليسا. البردقوش والميليسا 200 جرام بردقوش و200 جرام ميليسا، والميليسا دي اعشاب ورقية لها رائحة الليمون، وهي نباتات من نباتات الزينه اللي موجوده. الشعر اللي قدام بيتساقط بتقول الهيموجلوبين ما عندهاش انيميا ولا حاجه، بنستخدم اي زيوت. يعني يا ريت ترجعي لنا وتاخدي زيت الدكتور رقم واحد، بتعملي حمام شعر لمده 4 ساعات مرتين في الاسبوع، بيخلي الشعر يزيد كثافته ويزيد نعومته وفي الوقت نفسه يطول ويبتدي ايه يتكثف الى ابعد الحدود ويزيد النعومه بتاعته.